بتاع اليابانيه في المغرب ده، انا بحب الحاجات دي، انا بحب ان التراث المغربي يازم الانمي الياباني. معلش خلي بالك كابتن، موضوع الانمي ده اليابان مشهوره جدا بحوار الانمي، فمعلش يعني هي سابت كل ده وقررت ان هي تيجي تعمل فرحها في المغرب. هتقول لك كابتن ما يفرض بتتجوز مغربي، صديقي العزيز انا ما عنديش الديتيلز، بس انا اللي انا عندي ان حاليا موضوع الاعراس في المغرب بقى ترند، وروح اسال رياض محرز وروح اسال تايلر يا صديقي العزيز، عرس في المغرب وعلى الطريقه المغربيه، ونجيب نكافه ونجيب الناس اللي بيشيل العروسه هتتدلع يا معلم. ده غير برضو خلي بالك ان اليابانيين عندهم تقاليد نوعا ما تقدر تقول عليها ان هي متشدده شويه في موضوع الاعراس، فقصه ان هي تتخلى عن كل ده في مقابل ان هي تيجي المغرب وتتروق، لا بصراحه نيسما محتاجه ان انت تديها الريسبكت. ورينا عم عمده النيسما اختها بتعمل ايه، ورينا. شوف الاطراق، استنى برضه عشان اقول لك ازاي اصدق الاطراق يا عم، استنى بقى انت تعمل لي فيها شخص عندك افكار يا عمده، وحد الله وروح ظبط شعرك الاول. خش نيسما نيسما نيسا اونيشا اسمايلا اونيسا، يا سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله، ولبسه 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 الكفته. نيسما الله اكبر عليك يا نيسما، يا عمده يا عمده، انا نفسي عمده اجيب المقص واشد لك البتوع اللي ورا دول، مخنوق منهم بصراحه يا عم اتنقي. عبد الله عمده انا بشوفك كده بحس ان انا عايز اولع في المنصه مش عارف، بس حلو الفيديو يا عمده، هو الفيديو واضح ان هو تصوير موبايل، بس اوني تشا او اوني سا في ايه ده فين يا اسطى؟ ايوه يا اسطى اهي يا اسطى، بيظبطوها يا اسطى وجايبين لها نكافه ومدلعينها وملبسينها كفتان وليله كبيره يا بيه. هتقول لك كابتن ما يمكن كانت خطوبه، والله يا ابن عمي الله اعلم كانت خطوبه، بس اعتقد ان ده فرح. يا انا دورت على الفيديو بصراحه على المنصات كلها ما لقيتوش غير عند عماد فواز ده بجد. هتقول لي يا كابتن ما يمكن دي قريبته وجايه من اليابان، الله اعلم، ولكن اوني شا او اوني سان ما اعتقدش ان هي جايه من عند طرف عماد فواز. هي فعلا فرحها في المغرب وجابت النكافه اللي هي الست اللي بتلبسها دي ومدلعينها وحاطين لها كفتان، وبسم الله ما شاء الله عروستنا مش محتاجه حاجه بس غير الناس اللي يجي يشيلوها دلوقتي. صديقي خلي بالك موضوع الاعراس في المغرب ده حته برضو رايقه يا عم اتنيل، سبحان الله الفيديو يبقى جميل، عماد فواز يظهر الفيديو وحش مش عارف ليه. انا بحب الفيديوهات اللي بخرها لعند عماد فواز، بس ما بحبش عماد فواز نفسه. بس هو فيديو حلو صراحة عمدة، هو فيديو حلو يعني، هو فيديو حلو. اما موضوع ان انت بتتكلم على سياحة الاعراس، بس اول مرة اعرفها في حياتي موضوع سياحة الاعراس دي، بس تمام يعني سيبه خليه يعني يجاوب، ما جاتش عليه، بس صراحة هو فيديو حلو يعني، بصراحة هو فيديو حلو وانا بنبسط من الفيديوهات دي ومبسوط جدا من حتة ان التراث المغربي هزم الانمي الياباني. معلش انا مبسوط بالحته دي وانا فخور بالحته دي جدا جدا جدا، لان تاني وتالت ورابع هقول لك ان اليابان من اكتر البلدان اللي الناس فيها برضه متمسكه بالعادات والتقاليد، وتاني وتالت ورابع يا ولدي رغم ان احنا في 2024 هتروح هناك اليابان هتلاقي فيه ساموراي كتير. اليابان دوله برضه تقدر تقول عليها ان هي متحفظه شويه بالعادات والتقاليد بتاعتها، فقصه ان اليابانيه تقرر ان هي لا معلش انا عايز اجي وتدلع في المغرب واعمل فرح في المغرب، فهي حته برضه حلوه. اما قصه اقتراحات عماد دي، فاقتراحات عماد انا عندي بالنسبه له اقتراح ان هو يروح يحلق الحته اللي ورا دي ويفك من حوار مقترحاته دي، على راي الشاعر كان المنكي نفع نفسه.